تمام، فتحنا. مساحة تامس. تمام، يلا نمبر وان. محمود حاتم، محمود حاتم. ايه سمو حضرتك. هند از لافينج، قلنا لاف بيجي لي بعدها حرف جر ايه؟ ات. ات لافينج ات. نمبر 2 جودي، قول دونت دروب ليتر يوز ذا بين الثانيه بن. تمام. نمبر 3 يلا يا ابراهيم، زي ار ليسننج تو ستوريز. ستوريز، ليسن تو ستوريز. نمبر 4 يلا يا يوسف. سارة از واشنج ذا بوتس اند بانز. بوتس اند بانز، طبعا ده معتمد على حفظ الكلمات بتاعه الحصه اللي فاتت. سارة، مول هاوس وفارمر وكامب سايت وبارك، مين هنا القط؟ فارمر. فارمر، بنعمل دايره على فارمر ونكتب مكانها فارم مثلا او زو، اي مكان. تمام. نمبر 2 جودي، مديني بلايد وكلايمد وليسن ووتش. هاخد دايرة على ليسن واحط بدلها ووتشد. ليسن واكتب مكانها ليسند او ووتشد، اي فعل اخره اي دي. المجموعة اللي بعدها محمود، مديني سبون وبوت وبان ولف. بن. محمود نمبر 3. بن. لا ابراهيم نمبر 3 زبون. مين يا حبيبي المختلف؟ زبون برضو غلط. ساره، لف. ساره القط هنا هي كلمه لف. لف فعل بمعنى يضحك، بان قلنا بمعنى طاسه او مقلاه، بوت حله او اناء، سبون معلقه. كل الحاجات دي موجوده عندي في المطبخ ما عدا لف. لف هنا فعل، يبقى انا بعمل دايره يا محمود على لف وهكتب مكانها ايه يا ساره؟ فورك. فورك مثلا، شوكه، فورك او ديش او بليت. فورك شوكه، ديش او بليت طبق. نمبر 4 جودي، مديني دروب وبويل وهيلب وكوكت. هاخد سيرك على كوكت وبدلها ببلاي. كوكت اخليها كوك بس او بلاي، اي فعل في المصدر. يبقى كوكت هي المختلفة، هنعمل على دايرة ونكتب مكانها فعل في المصدر. يوسف، مديني تنت وستوريز وبوتس وبانز. تنت. هنشيل تنت وتبقى وتبقى لاب. ها تمام، تنت القط هنكتب مكانها ايه؟ جوكس يا مستر. جوكس مثلا، اي كلمة باس، اي كلمة باس، يبقى ممكن اكتب تنتس، ممكن اكتب جوكس. ماونتنز، اي اس جمع، اي اس جمع. تمام يا شباب. بالنسبة لجزئية البنكتويشن، محمود، what did رنا and Hannah do؟ هعمل ايه حبيبي في الجملة دي؟ دبليو هنعمل عليها خط بتاعت وات. الدبليو هنكتبها كابيتال، ها، ورانا كابيتال بتاع رانا كابيتال، وهنا الاتش بتاعتها كابيتال، اتش هنا كابيتال، وفي نهايه الجمله الاخر كويشن مارك. الجمله الثانيه ابراهيم، نو هي ديدنت. نو نعمل تحتها خط. ماليش دعوه بالخط دلوقتي، هتكبر ايه؟ هنكبر الان. ها ونعمل ابوستروف، كوما، كوما الفصله اللي تحت بعد نو كوما. وهنا ها هنا الابوستروف الفاصله.
ولا نقطة. ونقطة في نهاية الجملة. يبقى تاني الجملة دي تاني هبدأ بالإن كابيتال بعد يس ونو دايما في كوما اللي هي الفصلة اللي تحت. didn't عندي الاختصار ناقص هنا الابوستروف اللي هي الفصلة بتاعت didn't، وفي نهاية الجملة بنحط الفول ستوب. عرفنا الحصة اللي فاتت جزئية الماضي البسيط سواء كان بفعل منتظم زي played او loved او فعل شاذ زي ate او bought او swam او saw مثلا. سألنا باستخدام did والفاعل والمصدر زي ما اقول did you cook عشان تقول لي yes I did او no I didn't. كان عندي جزئية تدريب هنا page 10 الجملة الاولى في الترتيب يا جودي. Did he laugh at jokes? Did he laugh at jokes? With question mark. الجملة الثانية يلا يا سارة. سارة. ركيدة. رقية. رقية بلايد كارز. بلايد كارز. رقية بلايد كارز. آخر جملة يوسف. they ها they listen listened to stories. Stories. They listened to stories. قلنا طبعا السؤال ده أصبح ملغي من عندي وعملنا عليه إكس الحصة اللي فاتت. بعد كده مديني الصورة عشان أكتب باراجراف عن الصورة، وقلت لما بيجيلي في الامتحان دلوقتي بيجيلي بدون كلمات. بيجيلي بدون كلمات. تمام؟ كتبت إيه يا محمود؟ كتبت yesterday I went to the campsite. I went with my family. I went by car. My mom washed the boots and pants. My sister cleaned the tent. My dad watched the sunrise. My brother climbed the ممتاز mountain. ممتاز ممتاز. تمام تمام. طبعا البدايات كابيتال ونهايتي فول ستوب. سمعنا يا شباب كلنا الباراجراف اللي قاله محمود، يعني الجمل ممكن تختلف بيننا وبين بعضنا، ولكن هي دي طريقه كتابه الباراجراف الخاص بصوره الكامب سايت. تمام. يبقى زي ما هو قال كده yesterday I went to the campsite. I went with my family. We went by car. My mom cooked breakfast مثلا. My sister cleaned the tent. I listened to stories. We watched the sunrise. كل الافعال اللي احنا اخذناها في اليونت ده. بعد كده كان عندي جزئية بانكتويشن. الجملة الاولى في البانكتويشن يا جودي. W كابيتال والعلي A كابيتال. تمام. وسامي كابيتال. تمام. وفي الاخر نهاية الجملة هنا question mark لان الجملة اولها what. الجملة التانية يا سارة بقول no they didn't. ان كابيتال. ايوه. فصلة الكومة اللي هي الفصلة اللي تحت كبيرة. ها. وابسترف. didn't في ابسترف هنا وفي نهاية الجملة. عم تستفاد. تاني نهاية الجملة. لما اقول يس او نو ده سؤال ولا اجابة؟ نقطة. نقطة. ده اجابة يبقى اخرها فول ستوب بنقطة. تمام. يبقى الان والكومة والابوستروف والفول ستوب اللي هي النقطة. تعالوا نشوف مع بعض جزئية الفونكس اللي هو اخر درس في اليونت عشان نروح نشوف مذكرة التدريبات. معايا؟ معايا؟ تمام. نركز في جزئية الفونكس اللي موجودة عندنا. طبعا التسلسل بتاع كل يونت بنفس الطريقة، جزئية المحادثة، جزئية الكلمات، جزئية جرامر، جزئية صوتيات. جزئية الصوتيات في الفترة الأخيرة أو في السنين الأخيرة بيهتموا بيها طبعا من ناحية إن هي جزئية مهمة خاصة بالإنجليزي. حاجة تانية بيجيب لي منها نقط كتير في الاختياري، فنخلي بالنا من الجمل دي، مش أي حد بيركز عليها، فإحنا نركز عليها لأنها موجودة ومشروحة وهنشوفها مع بعض حتة حتة. مديني طبعا كلمات اللي فيها السي اتش زي تشير، كلمات الشه زي فيش، كلمات الزه زي مادر،
التي اتش بنطها ثه زي 3. عندي مجموعة البي ار زي بريد، مجموعة البي ار زي بريزنت، مجموعة الجي ار زي جرين، التي ار زي تري، الدي ار زي درام، السي ار زي كراي، الاس ال اللي هي سلاه زي سلايد، البي ال بلين، الاف ال فلاور، الاس بي سبون، الاس ان سنيز، الاس ام سمايل، الاس اتش هنا شيب، التي ار ترين، اس ام سميل، هنا الاس اتش دش، السي اتش تشيز، البي ار برينج، البي ال بلاي، البي بس او البه ساوند زي بوت. هنا مفيش قاعده واحده تجمع كل اللي قدامي ده في الصوتيات، الا ان اقدر اقول عليها مجموعه الكونسونانتس او مجموعه الايه الحروف الساكنه. يبقى مديني مجموعه السي اتش او الاس اتش او التي اتش او الدي ار او البي ار او البي ار او التي ار وهكذا. يبقى إذن هي مجموعة كلمات قدامي بحفظها، مجموعة كلمات للحفظ. تمام؟ طيب هنستفيد من جزئية الفونكس ديت في إيه؟ طبعا الكلمات دي بتاعتنا، ودي صفحة كتاب المدرسة اللي بيعرض لي فيها الدرس ده. هنا سكرة بتقول لي طبعا ديت ريفيو، مراجعة على كل الكلمات دي، احنا واخدينها في سنة رابعة، كل الكلمات دي شايفينها في رابعة. chair fish mother three bread present green three drum cry slide plane flower spoon sneeze smile. تمام؟ يبقى الكلمات دي كلها keep. هاجي بعد كده للجزئية المهمة الخاصة بالصوتيات اللي احنا قريناها، او الجزء الكلمات اللي احنا قريناها. ايه المهم هنا؟ الاربع جمل دولت نكتب فيهم كده مهمين. الاربع جمل دول مهمين. انا ما يهمنيش ان انا ارتب الصور قد ما يهمني ان انا اعرف الجمل دي كويس، اعرف الجمل كويس. ليه؟ لانه اصبح دلوقتي بيجيب لي جملة من دولت ناقصة كلمة ويقول لي اختار الاجابة الصح. تعالوا نقرأ الجمل ونحللها ونفهمها مع بعض. الجملة الاولى عندي بقول mother has a fish، يبقى اذا هناخد خط تحت هاز كده واعرف ان مع ماذر لانها مفرد بستخدم هاز. ماذر هاز فيش، ماما معاها سمكه او عندها سمكه. شي بوتس ذا فيش اون ا ديش، هناخد خط تحت اون. شي بوتس ذا فيش اون ا ديش، بتضع السمكه في الدش في الطبق. طبعا لو رتبنا هنرتب الصوره الثالثه تبقى نمبر 1، هنكتب هنا وات 1. Mother sees a tree، ماما بتشوف شجرة. قال she sees three، دي شافت ثلاث شجرات مش شجرة واحدة. يبقى هكتب هنا number two. Mother is on a plane، خط تحت on ونعرفها كويس عشان لما يجيبها لي في جملة اختياري. Mother is on a plane معناها ماما في الطيارة، ماما راكبة الطيارة. Mother is on a plane. The plane is over Spain. The plane is over Spain. The plane is over Spain. هناخد خط تحت الجملة دي كلها، دي جملة امتحان كان جابها سنة من السنين عندنا في امتحاناتنا في الترتيب، جملة ترتيب. The plane is over Spain يعني الطيارة تحلق فوق أسبانيا. The plane is over Spain. Mother eats some cheese. ماما بتاكل جبنة. Mother has to sneeze. ماما بتعطس. ماما بتعطس. اللي هي الصورة دي تبقى number 4 وهنا يبقى number 3. قلت الترتيب ما يهمنيش أنا في حاجة. هو مديني الصور بس عشان يربطها بالجمل. تركيزي على الجمل ان انا بقول mother مثلا فيها التي اتش اللي نطقتها ذا، قلت فيش اللي عندي فيها الاس اتش اللي بنطقها شه، وهكذا. ده بالنسبه لجزئيه الفونكس الصوتيات، ولكن طلعنا من جزئيه الفونكس لجزئيه ترتيب واختياري عشان اخلي بالي من حروف جر مثلا زي on dish او on a plane، وترتيب زي جمله the plane is over Spain.
تمام؟ يبقى هخلي بالي من الجمل عشان لو جايبها لي وبيقول لي رتب او اختار. بكده بنكون خلصنا اليونت الاول، قلنا السؤال اللي زي ده بنعمل عليه اكس خلاص مش عايزينه، السؤال ده هنعمل عليه اكس مش عايزينه. تعالوا مع بعض نرتب الجمل. الجملة الاولى محمود did she see a tree؟ جميل. did she see a tree؟ هل هي رأت شجرة؟ number two ابراهيم did he eat any bread؟ جميل. did he eat any bread؟ number three يا سارة I eat rice and meat. I eat rice and meat أو meat and rice مش هتفرق. rice and meat صح أو meat and rice صح. I eat rice and meat. تمام. نشوف آخر جملة يا جودي. My mother had a fish. My mother had a fish. ده بالنسبة للإكسرسايز ده. أمال لما يجيب لي صورة زي دي هكتب باراجراف وأقول إيه؟ ها؟ Last week. ها؟ Last week I go to the Camp City. I go ولا went؟ I went to the Camp site ولا city دي؟ كم بسايت يا إبراهيم؟ تمام. قلنا نفس الباراجراف اللي زي اللي محمود كتبه من شوية هكتب زيه برضو تاني هنا مفيش مشكلة. دي طريقة. الطريقة التانية عايز تتكلم بس عن الصورة يعني عن البنتين اللي في الصورة مفيش مشكلة، قدرت تكتب باراجراف كامل عن الكم بسايت يكون أفضل كتير. تمام. هاجي لجزئية البنكتويشن. وديت منى اسك دينا، يبقى عندي الدبليو كابيتال، الام بتاعت منى كابيتال، والدي بتاعت دينا كابيتال، والكويستشن مارك. ماي نيم از رامي، يبقى الام كابيتال بداية الجملة، ابوستروف اس اللي هي از، الار بتاعت رامي، وفي اخر الجملة هنحط النقطة اللي هي الفول ستوب يعني، ويبقى كده خلصت جزئية البنكتويشن. هنزل للامتحان الاول اللي موجود عندي على يونت 1، هنسمع دلوقتي ونعمل سيركل على الكلمة اللي هنسمعها. نمبر 1 بلين، نمبر 1 بلين، نمبر 2 سبون، نمبر 2 سبون، نمبر 3 درام، نمبر 3 درام. خدنا دواير. تمام. نسمع السؤال الثاني. listen and complete، اسمع وكمل. wake up نهى، what time is it؟ what time is it؟ it's 7 o'clock، it's time for breakfast. what time is it؟ It's time for breakfast. What's for breakfast? What's for breakfast? We are having beans and eggs. We are having beans and eggs. في مشكلة في listening؟ لا يوجد. تمام كده؟ من أول السؤال الثالث اللي هو الأود وان، وهنا تعالوا نشوف السؤال ده مع بعض. سؤال ايه ده؟ ده السؤال نمبر 4 اهوت زي ما احنا شايفين. بيجي لي بطريقتين في الامتحان، يا اما بيجي لي بالشكل اللي قدامي ده اللي هو قطعه او باراجراف ومفرغ لي فيه اربع كلمات وبيقول لي كمل بكلمه من اللي موجود عندك فوق، او انه كان بيجي لي سؤال اندرلاين او اللي تشوز سؤال الاختياري، يبقى يا ده بيجي لي بالشكل ده اهوت، يا اما بيجي اختياري. بيجي لي بالشكل ده اهوت يا بيجي لي اختياري. طب الشكل ده انا هحله ازاي؟ انا ما اعرفش. لا اعرف. ليه؟ لان انا اخدت مجموعه افعال وقلنا نحفظ كل فعل مع الاسم اللي بيجي معاه.
تعالوا كده نشوف. محمود بيقول لي today I woke up at 8 o'clock. I not my hands. I wash. I washed. أنا غسلت. I washed my hands. كمل يا جودي. I not breakfast. Cooked. I cooked breakfast. Then I sat on the. I sat on إيه إبراهيم. Slide. I sat on the. لو قلت هنا سلايد هتقول أنا لعبت على الكرسي. Chair. يبقى هنا chair وهنا played on the. لعبت على. ها. Slide. I played on the slide. لعبت على الزحليقة. تمام. يبقى إذا ده بيعتمد على حفظنا للكلمات كويس. بعد كده بيديني قطعة زي القطعة اللي موجودة قدامي ويقول لي اختار في أول ثلاث أسئلة true ولا false. الكلام ده true ولا false. باخد دايرة على الكلمة اللي هختارها. بعد كده بيديني سؤالين من القطعة أو على القطعة. بعدها أسئلة الترتيب. السؤال ده قلنا هنعمل عليه إكس. السؤال ده هنعمل عليه إكس. السؤال اللي بعد كده الباراجراف اهوت نفس الصور اللي موجودة عندي في اليونت اللي هي بتتكلم عن الكامب سايت كلين ذا تنت واتش ذا سانرايز بكلايم ا ماونتن على حسب الصورة اللي عندي وبزود انا جمل من دماغي بزود جمل على حسب اللي انا فهمته في اليونت كله. بعد كده عندي جزئية البنكتويشن وده بيكون اخر سؤال في ورقة الامتحان. في مشكلة في الامتحان لحد دلوقتي؟ لا اسف. تمام. هنقفل المذكرة ديت ونفتح مذكرة التدريبات والامتحانات. فتحناها. ايوه يا مستر. تمام. مديني هنا اهوت at the campsite في المعسكر او المخيم. يلا نسمع ونكمل السؤال الأول. وكب منى والطايم. كتبنا طايم. كتبنا. It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. هنكتب كلمة 7. أكتبها رقم؟ لا طبعا هكتب حروف. Good. I am hungry. What's for breakfast? What's for breakfast? We're having. كتبت. تمام كده المحادثة. تمام. تعالوا الجملة الأولى يوسف. الجملة الأولى في الترتيب. It's time for breakfast. تمام. الجملة الثانية يا سارة. What time is it? جميل. الجملة الثالثة يا جودي. Are you having eggs and beans? Eggs and beans أو beans and eggs مش فارقة. تمام. أوكي. Eggs and beans. الجملة الأخيرة يا محمود. What is for breakfast? What is for breakfast? إبراهيم. الجملة الأولى في الأود. Wake up. هقول له wake up هي اللي مختلفة وأكتب مكانها. Who. ها؟ Who. Who أو which أو whose أو how. مجموعة تانية محمود. Good hungry breakfast favorite. Breakfast. هنشيل breakfast ونكتب مكانها يا محمود. Thirsty. Thirsty أو bad أو sad أو nice. جودي. Snack breakfast lunch beans. حط سيركل عن بينز ونحط بدلها دينر. بينز واكتب مكانها وجبة من الوجبات. انا عندي وجبة خفيفة سناك فطار غدا عشاء يبقى هكتب دينر هنا. نمبر فور يا سارة. إجز كلوك فيش بينز. كلوك هنشيل كلوك طبعا ونكتب تشيز. تشيز بريد بيتزا. آخر نقطة يا يوسف. Next to four in sunscreen. Sunscreen. هنشيل sunscreen ونكتب مكانها come
تاني كده هنكتب مكانها ايه؟ كامب. ليه يا راجل؟ ليه يا راجل؟ انا عندي نيكس تو حرف جر وفور حرف جر وان حرف جر، عايز اشيل سانسكرين واكتب حرف جر. اون مثلا، مثلا يبقى اون. ماشي تمام يا يوسف، تمام. يلا يا جودي، نمبر 1 ويك اب. اب كملي. شي كانت فاين دي بس. they have in the morning breakfast. the cat is next to. تمام يا شباب، حد عامل حاجه غلط هنا؟ طيب التدريب الثاني اللي هو بيج 4 يلا نشوفه مع بعض. محمود نمبر 1 يا حبيبي، مديني كوك وليسن وماونتن وبلاي من الاوض. ناخد دايره على ماونتن ونكتب ريد بس. ماونتن وهكتب ريد. ريد 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 قصدك بقى؟ هي ريد. ريد او ايت او جو او درينك. ماشي نمبر 2 ماشي يا يوسف، مديني بوت وبان ووش وديش. يوسف المختلفة هو دش. لا يا يوسف قالك. لا يا يوسف. محمود هتبقى ووش يا يوسف. الكلمات يا يوسف، الكلمات يا يوسف. ووش هي اللي مختلفة طبعا. هناخد دايرة عليها ونكتب مكانها ايه يا محمود؟ بن. ها؟ بن بي اي ان. اللي هي سلة مهملات يعني ولا ايه؟ ماشي. طب ما انا عندي حاجات تانية في المطبخ يا محمود. هو مديني بوت حلة وبان مقلاة ودش طبق، ما تكتب لي سبون، معلقة، فورك، شوكة. ماشي ماشي. نمبر 3 يا جودي، كلين وكلايم ووتش ولافت. هنشيل لافت واحط لافت بس كده، هنشيل لافت واخليها لافت بس بدون الاي دي او اي فعل في المصدر. يا ساره، ساره ليسن وكوكت ولافت ووتشت. ليسن هنشيل ليسن واكتب مكانها ايه يا ساره؟ ليسن بالاي دي، ليسند. براهيم جلاسز وتشيز وسيريال وفيش. جلاسز هي اللي قط. جلاسز ونكتب بدلها بريد او ايجز. بريد او ايجز. ماشي ماشي. الجمله الاولى في الاختياري. يلا يا ساره، شي تو ستوريز. ساره ليسند تو ستوريز. يوسف يوصل هوز جلاسز. هوز جلاسز. جودي ذي لافت. محمود ديتشي بلي بس. ابراهيم وين ديد ذي ووش ذا بوتس اند بانز. نمبر 6 يا محمود، ديد كريم وش سرايز؟ بقول يس هي ديد. ساره ديد يو لاف ات جو ات. يوسف اي ديدنت كوك. اي ديدنت كوك. جودي ديد يو بلاي كارز؟ نو اي نو اي. اليو قلنا بنحولها لاي. ابراهيم شي كلين ذا تنت؟ قال لي يس شديد. يبقى بسال بايه يا ابراهيم؟ بديد. تمام يا شباب، هاخد معايا في الهوم ورك من المذكره ديت
بيج 5 سير بيج 5 خدناه مور كانت معانا بيج 5 بيج 5 ما كانتش معانا عشان الجزء ده كان خاص بالكلمات اللي هي بتاعت الصوتيات يا ابراهيم تمام ده خاص بالصوتيات اهو القطعه اللي احنا لسه قاريينها بتاعت مذر هذا فيش اوكي يبقى معانا 5 و6 و7 و8 و9 بس واجب يا مستر ايوه يا يوسف من 5 ل 9 5 6 7 8 9 المفروض ما غلطش ولا في حرف في الصفحات دي ان كل الحاجات دي احنا خدناها بالتفصيل حته حته تمام يا شباب تمام يا سيد تمام يا سيد تمام يا سيد ماشي يلا باي 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 باي